مغمورين بعلم لبنان حملوا على الأكتاف من مستشفى طرابلس الحكومي، هم المعاون نهاد مصطفى والرقيب لؤي ملحم والعريف شرب الجبيلي الذين ارتقوا إلى مصاف الشهداء في ساحة الشرف ليلحق بهم رفيقهم العريف أنطوني التألة. أمام المستشفى الحكومي في طرابلس أدى رفاق السلاح التحية وألقوا النظرة الأخيرة على المدينة التي افتدوها بدمائهم على وقع لحن الموت. إلى جانب رفاقهم الذين سبقوهم نظمت لهم وقفة ترحيب قرب نصب شهداء نهر البارد في العبدة، انتظرهم الأهل والرفاق والأحباء. سنبقى دائما إلى جانب هذه المؤسسة التي تدافع عنا دائما. ليفترق بعدها كل إلى بلدته. في كرم عصفور انتظرت عائلة شربل شهيدها ابن 22 عاماً بقلب محروق. نحن اليوم بدنا نحذر من الخلايا النائمة وبدنا نحذر انه ضرورة استفاقة لهذا المنطقة، لانه نحن عن جد صرنا عم نشعر بعكار وانه خارج الدولة. يعني اليوم في غياب تام لأجهزة الدولة، في غياب تام لهيبة الدولة. لتستقبله بعد ذلك عريسا زفة، لكن ذرفت عليه دموع الحرقة لا الفرح. عكار خزان الجيش اتشحت على وسعها بالسواد، ففي شان كان أطفال الشهيد نهاد مصطفى وزوجته في انتظاره، هو الذي لم يكمل عقده الرابع في بلدته. ودع العائلة الكبرى تاركا خلفه أربعة أطفال قدموا والدهم فداء عن لبنان. كذلك كانت الصورة في مشمش العكارية التي ودعت الشهيد لؤي ملحم الذي لم تسمح له يد الغدر أن يفرح بطفل. بين أبناء بلدته مر ببلدته العسكرية للمرة الأخيرة معمداً مع رفاقه أرض عكار من جديد بالشرف والتضحية والوفاء. وكانت القبيات استقبلت جثمان شهيدها أنطوني تألة الذي سيبقى في براد المستشفى الحكومي فيها قبل أن تتم مراسم التشييع غدا في مسقط رأسه في عمدت.